الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكر بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها، فقالوا: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثة، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليها عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سعد وابن عمر حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرهبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت كنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح ريقتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح ريقتهم، ولو اجتمع عليهم من بأبطالها، أو قال: من بين أبطالها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسبي بعضهم بعضا، ويسبي بعضهم بعضا. هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الفتن أو أبواب الفتن قال: باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ثلاثا في أمته. وذكر فيها في هذا الباب حديثين، حديث الخباب وحديث ثوبان. واجتمع في الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي اثنتين ومنع واحدة، فوعد أن الله عز وجل لا يهلكهم بسنة، يعني أن الله لا يعذبهم بنفسه حتى يهلكهم بسنة، ولا يسلط عدوا عليهم من خارج أنفسهم ليهلكهم أيضا ويستبيح بيضتهم، ولكن لم يمنع أن يستبيح بعضهم بعضا، أو أن يقتل بعضهم بعضا، أو يسلط بعضهم على بعض، بل في الحديث ما يدل على وقوع ذلك. فالأمران الأولان، لأن هذه الأمة لا بد من بقائها، فهي الأمة الخاتمة للأمم والتي بها يحفظ الدين، لأن الدين لا يحفظ بغير المسلمين، دين الإسلام لا يحفظ إلا بأهل الإسلام، ولا يحفظ من أهل الإسلام إلا بأهل الحق منه. يعني لا يحفظ دين الإسلام بأهل ملة أخرى، وإن كان قد يكون عون من أهل ملة أخرى في شيء فيه فائدة، مثل طباعة كتاب، مثل إلى آخره، لكنه لا يحفظ بغير أهل الإسلام. وأيضا أهل الإسلام لا يحفظ بهم كلهم، بل يمكن أن تهلك كل الفرق المنتسبة للإسلام إلا فرقة واحدة وهم أهل الحق منهم، فهؤلاء بهم يحفظ الإسلام. إذن فالإسلام محفوظ بأهله ومحفوظ بأهل الحق منه، ولا يسلط عليهم عدوا من خارج أنفسهم، ولو اجتمعوا، حتى لو اجتمع من بالأرض جميعا لم يستطيعوا أن يهلكوا هذه الأمة، لأنها محفوظة بحفظ الله. لكن
أن يكون بأسهم بينهم، وأن يقتل بعضهم بعضا، وأن يسبي بعضهم بعضا، وأن يكون منهم شرور فيما بينهم وبين بعض، فهذا لم يأتي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل الحديث يدل على أن هذا سيقع، بل الحديث يدل على أن هذا سيقع. طيب، أما حديث الخباب بن الأرت ففيه النعمان بن راشد، وهو صدوق سيء الحفظ. والخباب ابن الأرت يروي عنه عبد الله بن خباب في خلاف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، ولكنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو نعيم يقول له رؤية، لكن لم يثبت هذا الأمر. فحديث الخباب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها، فقالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة. صلاة رغبة ورهبة، كل صلاة هي صلاة رغبة ورهبة ورغبة، ولكن عندما يكون الشيء مميزا في هذا المعنى فإنه يذكر اسمه فيه، واضح؟ أما الصلاة فكل صلاة فيها رغبة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الأمة يرغبون يرجون في الصلاة رحمة الله ورضوانه، وأن يحبهم وأن يثيبهم إلى آخره. ورهبة، يرهبون من أن لا تقبل هذه الصلاة، يرهبون من أن لا تكون مقبولة وأن لا تكون مرضية، ويرهبون من أن يكون التقصير فيها سببا في العقوبة، فهي صلاة رغبة ورهبة. كذلك هي صلاة رغبة، أي طلب سؤال الجنة وسؤال الخير، سؤال السعادة في الدنيا. وصلاة رهبة فهي صلاة فيها الخوف من النار، ففيها الاستعاذة من النار، وفيها الاستعاذة من الشرور ومن الفتن. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة بالذات ففيها بالإضافة إلى ما ذكرنا وكله موجود فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب إلى ربه سبحانه وتعالى فيها، فدعاه بشيء ينفع هذه الأمة، واستعاذه من شيء يضر هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين، أي وعده بوقوع اثنتين منهما، ومنعني واحدة، مع أنه إنما سأله أن يمنع عنه ثلاثا فأعطاه اثنتين، أي أن وعده أن يمنع عنه اثنتين. قال سألته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها. الإهلاك بسنة يعني أن يهلك الأمة بأمر كوني، إما بجدب يعني يحصدهم جميعا، أو مرض أو غير ذلك، أو خسف أو غير ذلك. قال وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. ألا يسلط عدوا يعني ليس المقصود مجرد التسليط الجزئي والتسليط الإضافي، أنه مسلط على جهة دون جهة، لأن هذا يقع يعني حتى الجيش الواحد قد يتسلط العدو على أحد الجانبين دون الجانب الآخر، قد يتسلط على الميمنة دون الميسرة، أو يتسلط العدو مثلا على القلب دون الساقة، لكن في النهاية لا يتسلط على الجيش كله مثلا، فإن تسلط على هذا الجيش لم يتسلط على بقية المسلمين. قال فأعطانيها، إذن أعطاه اثنتين، لا يهلكهم ولا يسلط عليهم. وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. منعنيها أي أن هذا واقع، هذا مفهوم الخطاب، أن هذا لا بد من وقوعه، وما لا بد من وقوعه وهو أمر يعني من الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد من وقوعها في آخر الزمان، وهي يعني متوقعة، وهي يعني أمر يفترض وقوعه بسبب أن الناس سوف يكون منهم البعد عن الحق، ويكون منهم التفرق في طلب الحق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث في خير الناس، وهؤلاء الذين هم خير الناس، هؤلاء لما كان الإخلاص عندهم تاما، ورغبتهم في الله في 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 رضا الله، ورغبتهم في الآخرة، كان هدفهم واحدا، سهامهم على هدف واحد مسلطة يصيبون. لكن بعد ذلك دخلت الأهواء ودخلت الأغراض، وتنوعت الأهداف وتنوعت
الرغبات دخلت الدنيا. الآن تنوعت الأهداف، لما تتنوع الأهداف ينقسم الناس إلى أقسام، كل منهم يذهب باتجاهه، وبالتالي لن يكون الاتجاه واحدا، وحينئذ يتفرقون ويختلفون. وإذا اختلفوا على الأهداف وكل منهم يريد أن يكون هدفه هو الهدف الأول، قد يكون منهم الشرور، وهذا هو الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هذه الأحاديث من الأحاديث مما يعني يعطي إشارة قوية إلى ما دل عليه حديث الفرق، أن الأمة ستفترق في الأهواء. طيب، نعم، لا بد من أن يكون من هذه الأمة من فيهم شرور يتسلط بعضهم على بعض. وفي قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. هذا واقع. طيب، قال: هذا حديث حسن صحيح. هو حسن صحيح بالنسبة إلى إيش؟ بالنسبة إلى متنه، وأما بالنسبة لإسناده فالإسناد فيه ضعف، فهو صحيح بمجموع طرقه. نعم، طبعا الأحاديث التي دلت على هذا كثيرة. ثاني، أي قالوا في الباب عن سعد، يعني سعد بن أبي وقاص وابن عمر. نعم، حديث سعد في صحيح مسلم وأحمد: أن لبت أمتي بسنة فأعطنيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق. نعم، أعطنيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعيها. نعم، على كل حال فيه شاهد لهذا، لبعض هذا. وحديث ابن عمر، ابن عمر عند أحمد وابن شبه قريب من لفظ الحديث، شاهد. طيب، إذن فيها يعني كما ترون فيها شواهد. حديث ثوبان أيضا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي قربها وجمعها له، حتى يرى ماذا يراه وهي متباعدة. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، أي رآها كلها، لأن الأرض إما مشرق وإما مغرب وإما شمال وإما جنوب، واضح؟ والمشارق تجمع المشرق وتجمع جنوب شرق وشمال شرق، والمغرب موضع الغروب، والمغارب هي تجمع المغرب ومغرب وغرب شرق وشمال شرق وجنوب شرق، واضح؟ إذن المشارق كذلك جنوب غرب وشمال غرب، وبالتالي اجتمعت له الدنيا، فنظر إليها ورآها كلها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي أن الأمة ستنتشر في الأرض ويكون لها ملك، بحيث حتى غير المسلم يكون يدين لحكم أهل الإسلام في تلك البلاد. وهذا انتشر حتى في أول الإسلام، يعني في عهد التابعين وصل الإسلام إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب، أدركوه. طيب، قال: وإني وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. جاء في بعض الأحمر والأصفر، لكن هو الأحمر والأبيض، لأن الأحمر هو الذهب والأبيض هو الورق الفضة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وهذا الجانب ذكرناه، وألا يسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم، يعني أن لا يكون مسلط من الأعداء من أهل الكفار، من أهل الكفر وليس من أهل الإسلام، عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذا ليس يعني ليست صفة كاشفة، لأن التسليط قد يكون مع استباحة البيضة، وقد يكون التسليط جزئيا. الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد التسليط، لأن العدو يتسلط أحيانا، وقد وقع تسلط العدو في مراحل كثيرة على أمة الإسلام، لكن ليس على كل الأمة. دائما في الأمة من يحميهم الله عز وجل ولا يكون عليهم تسلط، فهو لا يستبيح بيضة المسلمين، أي أيضا كذلك لا يستأصلهم، فلا يستأصلون لا ببلاء عام ولا يستأصلون من قبل العدو. قال: وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وهذا الذي لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه عز وجل فيه، هذا مثل ما حصل
نوح عليه السلام نهي عن أن يدعو لابنه بعد ذلك أو أن يطلب لابنه النجاة. خلاص في مثل هذه الحال ينتهي النبي من أنبياء الله من مثل ذلك، واضح؟ ومثل هذا أيضا الصلوات الخمسون عندما النبي عليه الصلاة والسلام كان يتردد بين ربه وبين موسى حتى بلغت الخمس، فيعني أيضا جاء مثل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن ربي قال يا محمد وإني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى وهذا الذي لم يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد منه، لأنه لاحظ هذه الكلمة تشير إلى وقوعه، قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي أنه سيكون بينهم حروب وقتل، وهذه الحروب والقتل تصل إلى حد التكفير والإخراج من الملة، لأن المسلم لا يسبي إلا إذا كفر. يعني حتى الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حجج ابن عباس عليهم يعني في تركهم محاربة أهل الإسلام، أنه قيل لهم أو أنه قال لهم ابن عباس يعني أو تستحلون السبية لأمهات المؤمنين؟ قالوا لا. قال فكيف يعني تقاتلونهم وتتركون سبيا النساء؟ الشاهد من كلام أنه سيكون التكفير إلى درجة أنه يسبى أو تسبى نساء أهل الإسلام من قبل من يدعي الإسلام. قال هذا حديث حسن صحيح. واضح هذا الجانب. طبعا حديث هذا الحديث مسلم والحديث له شواهد. واضح هذا في أبواب الفتن، واضح الفتنة فيه شديدة، ووجه الفتنة أن المسلمين يكونون أعداء ويكون بينهم شقاق ونزاع وقتال وقتل وسفك دماء، والعصمة من ذلك لا عصمة تعني أن لا يحصل بينهم ذلك، ولكن هنالك عصمة من أن تكون مفتونا في ذلك، في أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وإن حصل عليك هذا الأمر ووقع عليك فإنك حينئذ لا تكون مؤاخذا. طيب، فهل يمكن أن تستعمل السيف في ذلك؟ سيأتي معنا في أبواب في الفتنة لا يستعمل السيف، ومعنا أبواب أنه يستعمل. فالسيف الذي يستعمل هو مع ولي الأمر في مقاتلة الخوارج، وأما إذا اقتتل المسلمون فيما بينهم من غير أن يكون هناك يعني تبين للحق وللصواب، ومن غير أن يكون هناك إمام اتفق الناس عليه يقاتل معه، فحينئذ تتخذ سيفا من خشب، فإذا قال لك الأمير أو غيره اخرج معي قل له معي سيف من خشب، تحب أطلع معك؟ هذا السيف. أما تقول لي قاتل ما مش راح أقاتل. واضح؟ إلى درجة أنه ممكن ولي الأمر في لحظة من اللحظات يكون طبعا قتال باطل وقتال فتنة، ويأمر العسكري أن يقتل أخاه، فحينئذ لا يقتله، لا يصوب نحوه حتى يكون هو خير ابني آدم أو مثل خير ابن آدم. سيأتي معنا شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة. حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن طاووس عن ابن مالك البزية قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قالت: قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. وفي الباب عن أم مبشر وأبي سعيد وابن عباس. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد رواه الليث بن أبي سليم عن طاووس عن أم مالك البرزية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما جاء في الرجل يكون في الفتنة، أي ما الذي ينبغي على الرجل أن يكون في الفتنة، أو من الرجال الذين في الفتنة يكونون على خير، أو هل يكون الرجل مع وجود الفتنة على خير أو لا. كل هذه الأسئلة مطروحة، وسيكون جوابها إن شاء الله تعالى في مجموعة أحاديث ستأتي. من هذا أن هناك بعض الرجال الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم ناجون من الفتنة. حديث أم مالك البهزية حديث له شواهد وفيه ضعف، لأن فيه رجلا مبهما،
لأن حديث لأن محمد بن جحادة قال عن رجل عن طاووس، وإن ذكر طبعا بعد ذلك إمام الترمذي قال وراه ليث بن أبي سليم عن طاووس، يعني أنه صرح باسم الرجل اسم يعني صرح، ولكن حتى ليث بن أبي سليم أيضا فيه ضعف ويبقى الإسناد ضعيفا، لكن الحديث صحيح لغيره. وفيه عن أم مالك البهزية رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قربها يعني ذكر قربها أو أخبر أنها قريبة ستقع قريبا. قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في ماشية يؤدي حقه، يدل على أن الفتنة تكون قائمة وتموج في الناس، فالذي يكون بين الناس تقع عليه فتنة فينجو اثنان، أو فينجو منها ممن ينجو، يعني هذا الحديث ليس فيه أنهما فقط وحدهما، لكن فيه أنهما ناجيان، واحد اعتزل الناس وأخذ غنما ورعاها خارج المكان، وآخر امتطى صهوة فرسه وذهب يقاتل أعداء الإسلام فهم يخيفونه بقتالهم له وهو يخيفهم بقتاله لهم. قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، يؤدي حقها، وحق الماشية حقان، حق الأول وهو علفها وطعامها ومرعاها وغير ذلك فلا يقصر في هذا، والحق الثاني وهو إذا كانت قد وجبت فيها الزكاة أن يؤدي زكاتها، ويعبد ربه فلا تلهيه عن عبادة الله عز وجل، ورجل آخذ بفرسه يخيف العدو ويخيفونه، وهذا هو المجاهد في سبيل الله الذي يخرج من الفتنة بجهاده في سبيل الله. وهذا الحديث فيه أيضا العصمة لا تكون بالقعود في الفتنة دائما، ولسيما من يظن أن القعود في الفتنة يكون بترك بعض الواجبات، يعني الإنسان إذا كان في الفتنة فالفتنة لا تعني ترك بعض الواجبات، وإنما تعني أنك تقوم بالواجبات بحسب ما هو مطلوب منك، ولا حجة بكونك أنت الآن موجود في فتنة أنك تترك، فلا تترك زكاة المال، لا تترك حق ذوي الحقوق، لا تترك الجهاد في سبيل الله إذا تعين. فالفتنة يعني ليست جملة واحدة اجلس، لا، وإن كان الأفضل دائما إذا كان الإنسان بين خيارات لم يدري إياها الأفضل، فإن الأفضل كلما كان أسكن وأبعد عن حركة كلما كان أفضل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. قال ورجل آخذ برأس فرسه، يعني هذا الإنسان كأنه يعني دائم الجهاد في سبيل الله، يخيفهم ويخيفونه. قال في الباب عن أم بشر وأبي سعيد وأبي عباس، حديث أم بشر عند أسحاق الطبراني لكنه مرسل عند أسحاق، خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه، ولا أخبركم بخير رجل بعد، قالوا بلى، فشار ناحية الحجاز قال رجل في غنم يقيم الصلاة، يعني المقصود شاهد لهذا الحديث الجملة، لكن في الحديث الطبراني الكبير، الكبير عند أسحاق فيه قط. نعم. وأبي سعيد، أبي سعيد في البخاري يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الرجال شعف الجبال، نعم، ومواقع القط يفر بدنه من الفتن. نعم. وهذا فيه شاهد لجزئية أن من الخروج من الفتن العزلة، وأن يكون معه غنم يعني ينتفع منها ويبتعد بها عن الناس، حديث ابن سعيد أبي ابن عباس. في الترمذي والنسائي وأحمد والطحاوي رجل أخذ بعنان فرسه، ورجل يعتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرورا اللي في أي الناس. على كل حال هو حديث تقدم معنا في الجهاد، تقدم معنا في أبواب الجهاد، وكذلك هناك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في نفس الموضوع، قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وكل كلمة غريب إذا أطلقها فهو ضعيف، وإذا قيدها فبحسب القيد، من هذا الوجه يعني أنه غريب لهذا الإسناد، واضح؟ فكلمة غريب من هذا الوجه غريب لهذا الإسناد، واضح أن الإسناد فيه رجل مبهم. قال ورواه ليث بن أبي سليم عن طاووس، يعني أنه أشار إلى موضع الإشكال وهو الرواية عن طاووس، الراوي عن طاووس، وذكر البديل له، البديل أيضا. طيب. قال عن أم مالك البهزية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الله بن معاوية بن محي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سيمين كوش عن عبد الله بن عمرو
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تستنبط العرب قتلاها النار، اللسان فيها أشد من السيف. هذا حديث غريب. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا يعرف لزياد بن سيمين كوش غير هذا الحديث. رواه محمد بن سلمة عن ليث فرفعه، ورواه محمد بن زيد عن ليث فرفعه. نعم، هنا قال باب، وهذا الباب تابع لما سبق، وإنما ذكره الإمام الترمذي هنا يعني تابعا للسابق، لأن فيه الحديث في الحديث أن العرب يعني تستنظف، وهذا يدل على كثرة القتل فيها، ولكن يعني هذا يدل على أن الإمام الترمذي يرى أن هذا إنما يقع من العرب أنفسهم فيما بينهم، يعني يقتل بعضهم بعضا وهكذا. طيب، ذكر حديث ابن عمرو قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة، يعني هذا من الأخبار التي لابد من وقوعها، تستنظف العرب، أي أنها يعني لا تستأصلهم، ولكن يعني تذهب بكثير منهم. واضح؟ تستنظف العرب يعني أنها تذهب بكثير منهم، وإن لم تستأصلهم كلهم، قتلاها في النار. وهذا يدل على أنهم بعضهم يبقى وبعضهم لا يبقى، لأن كلمة قتلاها في النار يعني إذن هناك قاتل هناك مقتول. فلو كان تستنظف العرب يعني أنهم جميعا يموتون، فلقال كلهم في النار، لكن منهم من يقتل ومنهم من يبقى. طيب، إذا كان قتلاها في النار فما بال القاتل؟ لا شك أن القاتل قد يكون أشد جرما في هذا الجانب، فهذا يعني أن الفتنة كبيرة جدا وعمياء. إذن فالفتنة ستكون في جانب كبير من العرب، يقتل بعضهم ويقتل البعض الآخر، ويبقى بعض لا يدخل في الموضوع، حتى تبقى يعني يبقى من الأمة من هو على الحق، لأنه لا يمكن أن تكون الأمة كلها تقع في الباطل، وإن كان طبعا حديث ضعيفا، لكن في الجملة قال قتلها في النار. لماذا قتلها في النار؟ لأن هذه الفتنة القتال فيها ليس لوجه الله، والإنسان إذا قاتل من أجل العرض الدنيا ومن أجل المال ونحو ذلك، فإن القاتل والمقتول يكونان آثمين. واضح؟ وكل منهما يكون حريصا على قتل صاحبه للحصول على عرض الدنيا، لذلك قتلها في النار. اللسان فيها أشد من السيف، وهذا معنى قوي جدا وإن لم يكن طبعا صحيحا في الحديث. طيب، كيف يمكن أن يكون اللسان فيها أشد من السيف؟ السيف كم واحد يقتل عندما تضرب به؟ واحد، ولكن اللسان إذا ضربت به كم يقتل؟ يقتل ربما يقتل شعبا كاملا. إذن اللسان فيها إيش؟ اللسان فيها أشد من السيف. ولذلك ننتبه في أمر الفتن. بعض الناس يقول: أنا والله ما دخل، والله لم تتلوث يدي بدم. وبعض الناس يقول لك: أما من تلوثت أيديهم بالدماء فهؤلاء كذا وكذا، وأما من لم تتلوث أيديهم بالدماء يشاركون في الحكم. هذا دعوة غلط، لأن من تلوثت يده بالدماء يمكن يكون آخر واحد مسؤول عن الموضوع، يعني هذا الجندي اللي قتل هذا يمكن يكون آخر واحد مسؤول عن الموضوع، لكن الذين هيجوا الناس، الذين ثوروا الناس وحركوا الناس وحركوا الفتنة وأججوا الفتن، هؤلاء لسانهم أشد من السيف لو كانوا يعلمون. وبعد ما تنتهي الفتن وتستقر الأمور يظنون أنهم كانوا على خير وأنهم جاءوا بالخير وأنهم كانوا أهل الاستقامة، هم الذين جاءوا بالفتنة، وأنهم لو لم يفعلوا الفتنة وقتل الآلاف أو عشرات الآلاف، لو لم يفعلوا ما قتل هؤلاء، لكنهم ينظرون إلى جانب آخر، يقولون حصلت عدالة، حصلت حرية، حصل رخاء. هل قيمة هذا الرخاء والحرية والعدالة التي تتكلمون عنها عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من المسلمين وربما تصل إلى الملايين من المسلمين، هل هذه القيمة تصلح؟ فإن قالوا نعم، نقول لهم: هل هذا الهدف صحيح؟ هل يجوز القتال حتى لو لم يقتل ولا واحد؟ هل يجوز قتال هؤلاء الولاة من أجل تحصيل مثل هذه المنفعة؟ هل هذا من الأهداف الصحيح؟ هل يعني هذا هدف شرعي شرعه الله عز وجل؟ أم أن الله عز وجل شرع خلاف ذلك؟ وسيأتي معنا من الأبواب ما يدل على أن الواجب على المسلم في مثل تلك الفتن مع شدتها ومع ظلم ولاة الأمر، سيكون منهم ظلم، سيكون منهم جور، ويكونون منحرفين عن طاعة الله، بس إيش التعامل مع هؤلاء الناس؟ هل شرع الإسلام
التعامل مع هؤلاء الناس بالسيف أم بماذا؟ بالصبر. تعالك تعالك أيوة اجلس فلان. قال إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن التعامل مع هؤلاء يكون بماذا؟ بالصبر عليهم. وإذا كانوا يأخذون حقوقهم ويأخذون فوق حقوقهم ظلما وأنت لا تستطيع أخذ حقك فأنت تأخذ حقك بالدعاء فقط، تسأل الله حقهم حقك وتعطيهم الذي عليك من حق، تؤدي الذي عليك من حق. يعني كونهم يأخذون ما ليس لهم بحق لا يلغي أن تؤدي ما عليك من حق وإن كانوا ظلما. لكن مع الأسف الشديد هناك من يستطيع أن يهرب من هذا الحق الشرعي باللسان، يقول كلمة يهيج فيها الناس ينقلب الحق باطلا والباطل حقا، والقوي يستطيع أن يحصل على ما شاء. حينئذ القوي ليس دائما ذو السلطان، وإنما القوي هو الذي يحرك الناس، واضح؟ وبالتالي الإسلام لم يسمح أن يكون هناك أكثر من سلطان في الأرض أو في الموضع المعين. فهذا الإنسان نصب نفسه سلطانا وإن لم يكن سلطانا، ونسب نفسه سلطانا وإن سماها سلمية كما يقولون. بغض النظر مارتن لوثر جاء بما يسمى بالثورة السلمية لما بدأ بالثورة اللي ثورة ضد التمييز ضد الكنيسة، وهو كان قسا. ما الذي حصل؟ كانت ثورته أقوى ثورة تحصل في ذلك الموضع. لماذا؟ لأنه استطاع أن تستمر ثورة بدون أي قتال بدون أي شيء حتى يعني حتى بلغ غاية النفوذ وغير. لكن نحن نتكلم عن المسلمين، نحن لا نستورد الدين من الآخرين، هم أخذوا حقوقا لهم بطريقتهم، لكن الإسلام ليس فيه الأخذ الحق بهذه الطريقة. إذن اللسان أشد فيها من إيش؟ من السيف. الذي يظن أن سيفه إن غرق في الدماء ضاع وهلك عند الله نقول له لا لا، أنت مخطئ، لسانك أشد إغراقا وإهلاكا لك ولغيرك، والله المستعان. لكن طبعا كما ذكرنا فيما سبق أنه دائما عندما تذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تشرحها وتوضحها للناس لا شك أنك ستقع في إما في جانب الظن أنك لا تفهم الواقع، يعني لازم نخلي الأحاديث نحيها على الجنب حتى نكون من الذين يفهمون. ثانيا أو أنك يشكك في دينك وفي انتمائك لدينك، أو أنك تجهل، أو أنك يعني تتهم بالعمالة لليهود كذا. بغض النظر معنى ذلك أنه يجب على أي إنسان من أصحاب الحق إذا أراد أن يقنع هؤلاء أن يقول ما يقولون ويدع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الشكل يفرحون ويمرحون. لذلك نجد من أهل العلم من يقول ما يقولون، وهؤلاء هم الأبطال، هؤلاء الذين لهم الدعاية، وهؤلاء الذين لهم الإعلام، وهؤلاء الذين يسمون بالشهداء ويسمون بالأبطال ويسمون ب وتخلع عليهم الألقاب الكبيرة والضخمة. وأما أهل العلم الذين يكونون سببا دائما في تسكين الناس واستقرارهم وحفظ دمائهم، وإن لم يحفظوا دماء كل الناس طبعا، لأن ليس كل الناس يأخذون من أهل العلم، لكنهم يحفظون ما استطاعوا من دماء الناس، هؤلاء قد قبضوا ثمن ما فعلوا، هؤلاء يعني رخصت ذممهم وباعوها للحكام، ولذلك جاءوا بالنصوص الشرعية من أجل أن يعني يدافعوا عن الحكام. فعفى الله عن الإمام الترمذي، يعني لماذا يذكر هذا؟ هل كان في زمنه حاكم يدعوه إلى هذا؟ هل كان الإمام أحمد ممن استطاع الحاكم أن يشتريه ويقول كما يقول حينما كتب في عقيدته أنه لابد من المطاعة للأمر برا كان وفاجرا؟ رحم الله الإمام سفيان الذي هرب من الحاكم حتى لا يتنصب منصب القضاء، ومكث كم مكث وكتب في عقيدته هذا، وأنه لا ينفعه ما يقول إلا حتى يعتقد هذا، هل كان يداهن أو رخص؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة لابد من بيانها. فيأتيك واحد من الناس يقول لك والله إذا تكلمت في هذا أن يعني الناس ستتهمني وكذا. اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل، لا تخف الناس، خف الله في الناس ولا تخف الناس في الله. اتق الله وقل كلمة الحق. الآن تجد كثير من الناس من يستحي أن يقول في شيء اسمه طاعة ولي الأمر. وأنا رأيت في بعض وسائل الإعلام ذكروا
ما أدري إيش الفئة اللي ذكروها، لكن يعني كأن هذا ليس من أمور الإسلام، ذكروا فئة وأن هؤلاء الذين ما زالوا يتكلمون على قضية طاعة ولي الأمر. إيش هذا الكلام؟ مع أن هذه الفئة التي يذكرون هي فئة يعني لا تصلح أن تقود الأمة، فئة سيئة، جميل، لكن مع ذلك يعني كانت من سيئات هذه الفئة عند هؤلاء الإعلاميين ماذا؟ أنهم يقولون بشيء اسمه طاعة ولي الأمر، وكأن هذا الأمر يعني ضد الإسلام ومحارب للإسلام، والذي يقول بذلك هذا يعني يمحو الإسلام. الحقيقة لا كيف عن من يصدر مثل هذا الأمر؟ هؤلاء هم الذين يحاربون العقيدة الصحيحة التي عليها أهل الإسلام، بغض النظر ما هو مسماهم، كان مسماه أنه سياسي إعلامي حزبي اقتصادي مفكر معبر إلى آخره، لا يهمنا. الإسلام ما جاء في الكتاب والسنة، لا يستطيعون من فضل الله سبحانه وتعالى أن يحذفوا آية من كتاب الله، وفي كتاب الله آيات، منها آيات تدل على أنه في أشد الفتن، في أشد الفتن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طيب، قال هذا حديث غريب، حديث ضعيف، سمعت محمد بن إسماعيل يقول لا يعرف لزياد بن سيمين كوش، طبعا زياد بن سيمين كوش أو بن سليم كوش أو يعني في خلاف في ذكره، ولم يروي له إلا الإمام الترمذي ومر معنا في سنن أبي داود أيضا، قال غير هذا الحديث، لا يعرف إلا هذا الحديث، رواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه، ورواه حماد بن زيد عن ليث فوقفه. يعني هذه الرواية جاءت من رواية رجلين، فرجل رفع هذا الحديث، يعني هذا الحديث رواه عن ليث حماد بن سلمة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة بن دينار، حماد بن زيد بن درهم، ولا شك أن حماد بن زيد هو من أكثر الناس حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى روي عنه أنه قال ما كتبت سوداء في بيضاء، ومع ذلك قال بعضهم لأن حماد بن سلمة في الإمامة في الدين في حفظ السنة وغير ذلك كان في البصرة، حتى قيل من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في دينه، وحتى قال بعضهم فضل حماد بن دينار على حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم كفضل الدينار على الدرهم. فلاحظ هنا مع أن حماد بن سلمة أقل حفظا، ولكن يعني كان له من الإمامة ما كان له بحفظ العقيدة والدين التي كان عليها. نعم، قال إذن هذا الرجل زياد بن سيمين أو بن سليم كوش، هذا يعني من الموالي، من مولى من الموالي، و يعني اختلف في اسمه، وليس له إلا هذا الحديث وهو ضعيف. نعم، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع التمام، حدثنا هنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام رجل النوم فتقبل الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام نومة فتقبل الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل النجم كجمر دحرجته على رجلك فنفضت فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجدده وأطرفه وأعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل منهما، قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت فيه، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي سعيه، فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا حديث حسن صحيح.
قال: باب ما جاء في رفع الأمانة. وهذا الحديث من أعلام النبوة، من أعلام النبوة يعني إيش؟ من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع بعضها ويقع بشكل يعني دائم ومستديم ويزيد، فيدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلام النبوة. حديث حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن. إذن الأمانة نزلت، الأمانة الأصل فيها الدين، لأن الذي ينزل في جذر قلوب الرجال ما يتعلق بالإيمان ويتعلق بصحة الاعتقاد، وهذا باعث إلى قبول ما جاء في الكتاب والسنة. يعني الذي يصح اعتقاده وإيمانه تجده ينبعث إلى قبول ما جاء في الكتاب والسنة. لذلك قال إيش؟ قال: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. فإذا الباعث للعلم بما جاء في الكتاب والعلم بما جاء في السنة ما يستقر أصلا في قلوب الرجال عليهم السلام. هذا الأمر الأول، وهذا وقع، وهذا وقع، وهذا ظاهر في الصحابة، ظاهر في التابعين، ظاهر في أتباع التابعين، ظاهر في هذه الفئة الكبيرة من الناس. ثم حدثنا عن رفع الأمانة. يعني إذا تكلمنا الآن عن نزول الأمانة في واستقرارها وتسببها في قبول القرآن والسنة، الآن الكلام عن الشيء الآخر، وهو الحديث عما سيكون من الفتن عن رفع الأمانة. فقال: ينام الرجل نوما. الآن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كيف ترفع الأمانة؟ لا تنزع مرة واحدة، وإنما ينام الإنسان نومة فيستيقظ ويجد أن الأمانة خفت، أن لا يستشعر ما كان في قلبه من الأمانة أنه كما هو، يبدأ يذهب شيئا فشيئا، ولكن لا يذهب مع استشعاره بأن هذا الإنسان أو الآخر أنه ليس أمينا. قد يظن أنه أمين لكنه إيش؟ لا يكون كذلك. قال: ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. إذن تقبض الأمانة ولا تنزع كاملة، يبقى شيء قليل من الأمانة، والأثر مثل الوقت، يعني اللون المختلف في الشيء. ولذلك يقولون وكت البسر، أي أن البلح الأصفر هذا أول ما يبدأ الترطيب ماذا يحصل؟ يبدأ يكون فيه لون في داخله، طراوة وسواد، صحيح؟ فيقولون وكت البسر، يعني أنه وقع فيه الوقت، هذا الوقت اللي هو تغير في الموضع، فتجد أن المكان كما هو لك تغير، واضح؟ طيب. ثم ينام نومة فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل المجل. وهذا أشد من الأول، يعني أنه ينتفخ المكان. المجل هو الذي يعني يذكرونه، الذي يكون على أصول الأصابع من داخل بطن اليد، عندما يعمل الإنسان بالمجرفة والمساحي وغير ذلك، واضح هذا؟ أو أنه يعني حصل بسبب النار، فما الذي يكون في داخله؟ لا يكون في داخله شيء مفيد، يكون في داخله شيء فاسد، لكنك تراه كبيرا لما تأتي عليه، وإذا به إيش؟ طري، يعني تنظر إلى الحجم كبير ولكن الواقع ما فيه شيء. قال: فيظل أثرها مثل المجل. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله. يعني مد رجله ومسك حصاة ودحرجها على الرجل، لما تدحرج الأماكن التي التصقت بها وتحركت تنتفط. هذه الأماكن ليس فيها شيء، يعني إلا ليس، يعني كأنك تقول هذا الإنسان الذي ما بقي فيه من الأمانة أنه فلان من الناس أمين، واضح؟ فينتفخ هذا الإنسان، ينفخ هذا الإنسان أنه فلان أمين، ولكن هو مش أمين. مثل هذه التي تجدها في اليد، هي منفوخة لكنها ليس فيها شيء، وهذا نفس الشيء ينفخ ها ولكن ما فيه شيء، وفلان وكذا وكذا. وهذا يدل على أنه سيكون من الناس من يمدح ويذكر فيه من صفات الكمال وغير ذلك، ولكن هذا منافق، هذا منافق. يعني هذا الحديث يدلنا على أن من العصمة من الفتن أن نحذر المنافقين الذين يذكرون بالخير. يعني سيكون هناك منافقون
لكن هؤلاء لا يظن أنهم منافقون، يذكرون بالخير، يمدحون، واضح؟ وهذا الانتزاع الأمانة، يعني هو ممكن يكون عنده علم مثلا لكنه ما هو أمين، وبالتالي يحرف الدين. ممكن يكون ما عنده إيمان من الداخل لكنه يظهر الدين، فتظهر الأمانة ولكنه ليس أمينا. قال إذن أثرها مثل المجل، واضح المجل؟ يعني هذا يظن في الرجل العظمة والأمانة لانتفاخه، ولكن هو في الداخل إيش؟ ما فيه إلا الظلمة من داخله. وهذا مثل طيب قال عليه الصلاة والسلام فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعني سيصل إلى الدرجة من يعني لا أحد يؤدي الأمانة. والآن نحن في مرحلة من المراحل، الآن ما يسمى بالاعتمادات البنكية الآن غالبا لماذا تستعمل؟ لأنه أنت إذا دفعت للإنسان السلعة، بعثت له مثلا الشاحنات أو القاطر هذا، إذا وصلت ولم يدفع إليك خلاص تحتاج إلى المحاكم حتى تأخذ منه حقك، وقد لا تأخذه. إذا بعث المال ولم تبعث السلعة، الآن لتحصيل السلعة تحتاج إلى إقامة الدعاوى القضائية حتى تحصل عليه. فماذا حصل؟ عملوا بموضوع ما يسمى بإيش؟ بالكفالة، بالاعتماد البنكي. يفتح الاعتماد البنكي المغطى أو المكشوف بغض النظر، يعني الكلام ليس في حله وحرمته، يدفع، واضح؟ فيبقى في البنك. الآن تأتي السلعة، يذهب خبراء من ذلك البنك في هذا الموضوع، يكشفون إذا كان مطابقا، يقبضون ويسلمون، انتهى. يعني لازم إيش؟ حتى الإنسان لو ما معه فلوس بيفتح اعتماد بنكي اللي يسمى مكشوف، وأثر على شك في حرمته، لكن لا يمكنه أن يحصل على حقه، ولا يمكن للطرف الآخر أن يحصل على حقه إلا بصورة شبيهة. طبعا هذا لا يعني أنه لا يمكن بالمرة، ممكن تجد ناس عندهم، لكن نتكلم أنه وصلنا إلى درجة مثل هذا، ونحن الآن نعيش ونرى هذا بأعيننا. قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، هذا من قلتهم. وحتى يقال للرجل، وهذه مهمة لقضية المجل اللي ذكرنا قبل قليل، الأثر مثل المجل. حتى يقال للرجل، يعني رجل محترم، رجل يمدح، رجل كذا في نظر الناس عنده كمال، حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إن شاء الله بعد الأذان نتم الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الحمد لله. إذن في حديث حذيفة من أعلام النبوة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من رفع الأمانة، وأن ذلك كائن وقد حصل بعضه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ندرك بقيته. ثم ذكر الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه ما وقع في زمنه، قال ولقد أتى علي زمان
وما أبالي أيكم بايعت فيه، يعني الزمان الأول أي واحد موجود يبيع ويشتري حتى لو كان مسلم ولا كان كتابي، الجميع. لئن كان مسلما لردنه علي دينه، لأن الأمانة ما زالت إيش موجودة. ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردن علي، ليردنه علي ساعيه، أي الذي يحكمه أو الذي الذي يجبي منه ساعيه، إما من يحكمه، يعني حتى لو أنه حصل كذا فإنه يرفع أمره إلى من يحكمه فيأتيه بحقه، أو ساعيه الذي يسعى في تحصيل الجباية ونحو ذلك من الأمور والجزية، فكذلك القضاء يبعث الساعي ويأخذ. قال: فأما اليوم فما كنت ليبايع منكم إلا فلانا وفلانا، يعني الآن يتكلم الآن في عصر التابعين، يتكلم في عصر التابعين، ويقصد بذلك أنه يتعامل مع أمان الناس، وإن كان طبعا الأمانة كانت منتشرة في ذلك الزمان، لكن لا يرتاح الراحة التي كان يرتاحها إلا مع فلان أو فلان، يعني مع كثرة مع قلة من الناس. وهذا الحديث طبعا في الصحيحين، هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: لما جاء لتركبن سنة كان قبلكم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن ابي سنان عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى حنين مر بشجره للمشركين يقال لها ذات انمار يعلقون عليها اسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة. نعم. قال: باب لتركبن سنن من كان قبلكم. طبعا هو هذا ذكرنا يعني أسلوب الإمام الترمذي، وهو أسلوب شيخه البخاري، يذكر الترجمة يذكر فيه حديثا أو يعني لفظ حديث، وثم يروي لفظ حديث بلفظ الحديث بلفظ آخر، ولكنه الحديث نفسه، لكن الحديث مروي بأكثر من لفظ. ذكر حديث أبي واقد، وحديث أبي واقد الليثي هو الواقع، ما الذي كان أنه بعد فتح مكة خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام الذين خرجوا معه ومعهم 2000 من الطلقاء، والسؤال هنا: النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة علم أصحابه وربهم على العقيدة وكل شيء، لكن من بقي في مكة؟ هؤلاء منهم من يعني من ما زال يجهل حقيقة العقيدة وحقيقة الدين وحقيقة التوحيد وغير ذلك. فلما خرج معه أولئك جميعا كثر العدد، كثر العدد جدا، ولكن كثرة العدد ما فائدتها إذا كانت إذا لم يكن جميع هؤلاء على قلب رجل واحد؟ كثر العدد. الآن هذا الحديث يفسر لنا جزءا من قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يعني هؤلاء الذين خرجوا منهم من لم يتربى على يد النبي عليه الصلاة والسلام، هم كثير، يعني 2000 من الطلقاء خرجوا في باتجاه حنين. هم في الطريق إلى حنين مروا بشجرة سدر كبيرة، في ذلك الوقت كان فيه شجرة سدر أطلق عليها المشركون اسم ذات أنواط. لماذا؟ لأنهم كانوا ينطون عليها أسلحتهم، يعني يعلقون عليها الأسلحة، يعتقدون أنهم إذا علقوا عليها الأسلحة حصلوا على البركة، وبذلك يقاتلون ويربحون. فظن الناس أنه يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهم شجرة سدر ويجعل فيها بركة ويضعون عليه الأسلحة. واضح؟ هذه عقيدة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ هذه غير صحيحة. فيأتي واحد يقول لك: هاي الصحابة اعتقدوا عقيدة فاسدة. ما الجواب؟ من يقول الجواب؟ تفضل. قال أبو واقد الليثي قال في إحدى الروايات: خرجنا إلى الحنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما زال عهدهم بالكفر قريبا. واضح؟
وهؤلاء الذين خرجوا منهم من تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يقولوا هذا الكلام. ومنهم من جاء أسلم الآن منذ أيام، وجاء أسلم لكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم، فيعني كان هذا يعني دافعا قويا، كان بل هذه كانت ضرورة من نفوسهم أنهم دخلوا الإسلام لشدة ما رأوا من أو لعظم ما رأوا من كرمه عليه الصلاة والسلام رغم ما فعلوه به وبأصحابه، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتلوا. هناك وقعت الأخطاء، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني هم مشركون لهم ذات أنواط، احنا كمان مسلمون لنا يكون لنا ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، جاء في بعض الروايات الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى، جاء في تلك الرواية إنها السنن، إنها السنن أو السنن، جاء في بعض الفاظ السنن وبعض السنن، هذا السنن الطريق، والسنن التعدد الطرق في الهدي. هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني بعدما خرجوا ونجاهم الله من فرعون ونجاهم من البحر وخرجوا في اليبس يبس، إذن المطلوب منهم الآن أفضل أنواع الإيمان والشكر لله، واضح؟ فماذا فعلوا؟ مروا بقوم يعكفون على أصنام بهم إلا يعبدونهم من دون الله، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. يعني أنه الناس ستتبع، ليش؟ لأن إذا كان هؤلاء الذين يعني ما زالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام وفعلوا هذا، فكيف في الذين سيأتون في بعد فيما بعد مع قلة العلم وقبض العلم بقبض العلماء، ويدخلون الإسلام يأتون بما معهم من العقائد فينشرونها بين المسلمين، فيعتقد المسلمين تلك العقائد وليست من عقائد الإسلام، قد حصل كثير من هذا في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وابو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. وين موضع الفتنة هنا؟ انه اخبر انه سيكون مثل ذلك، وبل في الحديث الاخر: لتركبن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. يعني حتى لو اختار هؤلاء ان يدخلوا جحر ضب اللي ما احد يرضى يدخله، ستدخلونه وراءهم وتفعلون ما فعلوا. وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريرة. نعم، حديث ابي سعيد الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن. نعم. حديث ابي هريره ايضا في البخاري واحمد: لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر ذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس الا اولئك. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأمور، ونحن الآن مع الأسف الشديد نشاهد كثير من هذا. الآن يعني لا نسمع أبناء المسلمين، أو كثير من أبناء المسلمين، نتكلم ليس عن كل أبناء المسلمين، كثير من أبناء المسلمين لا نسمعهم يأتون مثلا بالله: يا شيخ، كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان قميص النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كانت يعني الأسئلة عن هذه الأمور الزي ظاهر، ولكنك تجدهم يعرفون تماما كيف قصة فلان من الممثلين، كيف قصة فلان من من اللاعبين، كيف قصة فلان، وليسوا من أهل الإسلام. كيف مشيته، كيف لباسه، هل هو لباس هل هو لباس كاسن، هل هو لباس فضفاض، ولا هو لباس ضيق، ولا لباس ساحل، ولا لباس كذا، ستجد هذا الشيء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد واقع. هذا لا يعني أنه حلال، يعني ما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه مشروع، لا بالعكس. هو ما ذكر هذا إلا حينما تكلم هؤلاء بكلام قال: قلتم ما قال بنو إسرائيل لموسى، يعني كلمة اللي قال عنه. ماذا وصف موسى هذا الكلام؟ أنه قال: إنكم قوم تجهلوا، نسأل الله العافية والسلامة. وفي طيب، إذن هذا واضح إن شاء الله تعالى في اقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام السباع. حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل قال: حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراب نعله صوته عذبة صوته وشراب نعله وتخبره ففيه بما أحدث أهله من بعده. وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل. والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. نعم، على كل حال هذا الباب يتكلم عن أن السباع تتكلم. طبعا السباع وغير السباع حتى البهائم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقرة تكلمت، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذئب الذي يتكلم. سنأتي إن شاء الله تعالى إلى شرح هذا في المجلس القادم، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله.